كانت الأجواء مميزة، خفت خرج في الجروب، عاونوني لي جوار باش تأقلمت بسرعة، وهذه تاني حصة مع الفريق، ورانا دخلنا في أجواء تحضيرات تاع مباراة تجنت. كيف راهي تصير تحضيرات مباراة تجنت؟ ايه بيان سور، التحضيرات تكون دايما بجدية، ورانا نخدمو باش نبريباريو لو ماتش، كونو بيان كونسونتري باش نحققو النقاط الثلاث ان شاء الله. ممكن نعرف الأهداف تاعك مع شباب قسنطينة؟ هدف وهو نقدم الإضافة اللازمة للفريق، ونكون عند حسن ظن الثقة تاع المدرب عمراني والرئيس وكاع الجمهور ان شاء الله. واش تقدر تقول لي سيبورتر تاع شباب قسنطينة؟ ان شاء الله هنا نحققوا 3 نقاط هذا الاسبوع ضد تجنات، وان شاء الله هنا نحققوا البطولة في اخر الموسم. والله صامدين نكونوا واجدين سور لي تيغان مالغري نكون انا لما نكونش، المهم لي 3 بوان تقعد ان شاء الله هنا في ستات تاعنا محمد الحمداوي، ان شاء الله نكونوا بيان بلاسي وان شاء الله نفرحوا بيبليك بوغ صامد. كيت سهلت في شباب قسنطينة التفاوض يعني في الخنطه تاعك؟ والله غير بيان الحمد لله، كانت اتصالات بيان، كانت مدرب اتفق معايا الحمد لله يا ربي، رحبوا بيا لي جوار كاع الحمد لله يا ربي، ان شاء الله كنا في حضن الاداره وان شاء الله نفرحوا الاداره ونفرحوا البيبليك تاعنا. ان شاء الله راك في فريق الرياضه يعني ذو انصار بكثرة، يعني كيف تشوف يعني الفريق هذا؟ ماكش متخوف يعني؟ ماكش خاصة فريق يلعب البطولة يعني؟ نو نورمال، كنت نشوف المباراة تاع شباب قسنطينة، مالغري لعبت ضد فريق شباب قسنطينة، والحمد لله يا ربي كي جاني هذا الكونتاكت صافي بليزير تكون مع نادي كيما هذا، ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله ندو تيتر. شكرا.